أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله الزين رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بفضل توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتنفيذا لرؤية صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حققت نقلة نوعية في تثبيت أركان العمل المؤسسي والمختص في متابعة تقدم المرأة البحرينية، حيث انتقلت المملكة إلى مرحلة تقدم المرأة البحرينية بعد أن حققت النجاح في مرحلة تمكين المرأة البحرينية. وأكدت معاليها أن الدعم اللامحدود أثمر عن تدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الوطنية وإطلاق يوم المرأة البحرينية، مشيرة إلى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاعين العام والخاص وإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية. وقد شارفت البحرين على إغلاق الفجوة بين الجنسين في محوري التحصيل العلمي والصحة والحياة، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في محور المشاركة في الاقتصاد والفرص بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2018. جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في الجلسة الرئيسية التي أقيمت بمناسبة إطلاق الوثيقة العربية للمرأة العربية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات، وبتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وبالتعاون مع البرلمان العربي. وخلال الجلسة التي حملت عنوان أم الإمارات الممكن الرئيسي للمرأة العربية نموذج الإمارات، تحدثت معاليها حول أسس ومقومات تمكين المرأة الخليجية، وأشارت بأن مملكة البحرين كان لها شرف استضافة أولى اجتماعات لجان وورش عمل البرلمان العربي في إعداد الوثيقة العربية لحقوق المرأة، واستعرضت معاليها النموذج البحريني الرائد في مسيرة تمكين المرأة وسبل الاستفادة من قصة النجاح البحرينية لتقدم المرأة. وأود في هذا السياق أن أنقل لكم النموذج البحريني الرائد في مسيرة تمكين المرأة وسبل الاستفادة من قصة النجاح البحرينية لتقدم المرأة، حيث تعد المملكة البحرين من الدول السباقة التي كفلت للمرأة ممارسة حقها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة على مختلف الأصعدة، حيث نالت المرأة البحرينية حقوقها السياسية كاملة انتخابا وترشحا طبقا لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، تتويجا لدورها النهضوي في تاريخ مملكة البحرين الحديثة والدولة المدنية العصرية. هذا بالإضافة إلى فتح مجال أمامها لتقلد المسؤوليات ومواقع تنفيذية وتشريعية وقضائية ودبلوماسية وإدارية وغيرها. وبفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لرؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حققت مملكة البحرين نقلة نوعية في تثبيت أركان العمل المؤسسي المختص في متابعة وتقدم المرأة البحرينية، حيث انتقلنا اليوم من مرحلة تقدم المرأة البحرينية بعد أن حققنا النجاح في مرحلة تمكين المرأة البحرينية.